بس اليوم وظهر لي حتى اليوم راه مازال ترانس الموضوع هذا هو من الواقع المشهد الجميل وريته الصباح بعيني معناها ودي واحد جاي أزمة الليسانس في تونس طوابير في كل الأماكن تلقاها الناس كلها واقفة الناس كلها تستنى ومش حتى راك توصل تنجم تعمل بلان كي توصل عندك 20 دينار كان لقيت هذا الكل الناس كلها معناها وهذا سبب أزمة حتى في لومبوتياج الناس اللي باش تبدا تروح وما تمشيش حتى باش تعبي ليسونس معناها كياسات مسكره حقيقه تونس تختلق باتم معنى الكلمه من ازمه ليسونس وقتاش باش تتحل ننتظروا كيف ما قالت وزيره التجاره ربما في غضون النهارين هذوما يعني تتحل الاشكاليه مازالوا توانسه يتسالوا شنو هو المشكل الوزاره تقول فما ليسونس تدخل لتونس الناس يقولوا مازال ما استعملناش ليسونس اللي دخل ومازال البطو موجود في بورت بنزرت اذا ربي يكون في عون التوانسه ربي يكون في عوننا الكل ويظهر لي وقيت باش نرجعوا نخدموا اونلاين بيك امال شبيك امال شبيك اي خاطر يظهر لي اليوم مع الازمه هذيا راه فما ادارات كانت تنجم تنحي الخدمه بريزونسيال ويخدموا اونلاين على الاقل باش ينقصوا شويه من كثافة يعني السيارات على الطرقات تعجبني أمي دعوالي تعجبني تلقى في الحلول تعطيك الإشكال وتعطيك الحل عملية بناءة كان هذه ترانس